المنيد يا صامد. صامد العلامة الكاملة اليوم لدفاع المنودية أمام الآلة الهجومية للاتحاد والهجمة المعاكسة والمخالفة. آخر فرصة في هذه المباراة قد تكون للمنودية ولنقاش الذي استفاد من المخالفة. يحيي صيفي لأنه يدرك بأن هذه اللقطة ستنهي المباراة هنا بكرة ثابتة لمنودية الجزائر. سيأخذون كامل وقتهم لتنفيذها، يريدون أن تنتهي المباراة مباشرة بعد تنفيذ الكرة الثابتة الأخيرة للمولودية، ما دام أنه بعد 24 ثانية سيعلن عبد الشارف عن نهاية هذه المباراة. يبدو سأقول الكلام بعد هذه الكرة الثابتة من عشود عالية وتسلل، ونهاية المباراة ستكون بالتعادل السلبي 0-0. تعادل لا يريده زيماموش، لذلك أراد أن ينفذ الكرة بسرعة. هل ستكون هناك هجمة؟ لا، هو التعادل السلبي بين الفريقين، بين اتحاد العاصمة والمولودية. خيبة أمل للاعبي الاتحاد وارتياح للاعبي المولودية. شكرا لك عبد النور، شكرا لك هشام، عودة إليك. طبعا شكر موصول أيضا لكل زملائنا التقنيين، العافلة الرقمية على أشدي رقم واحد بقيادة المخرج يزيد بلكوت وكامل التقنيين. إذن 0-0، تعادل منطقي مفيد للمولودية وخيبة أمل لدى عناصر اتحاد العاصمة. نلقاكم بإذن الله في موعد رياضي قادمة. عودة إليك زميلي سامي.